عرفتك من كل شيء ظهر، عرفتك مما اختفى واستتار، عرفتك من حاضرات الوجود ومما مضى في زمان غبر، عرفتك من لفحات الرياح ومن نفحات نسيم السحار، عرفتك من وطأة الحادثات ومن رقة مثل خمل الزهر، عرفتك من حكم غلفت بمظهر خير ومظهر شر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله أخواني أخواتي في حلقة جديدة من برنامج مواعظ، وحديثنا متصل بحلقة الأمس حينما تحدثنا عن أخلاق السائرين، وأعني بذلك أخلاقنا إذا خرجنا من البيت سائرين على أرجلنا أو في مراكبنا. وهنا أقف بعض الوقفات. الرفق في القيادة خلق، والرفق مطلوب، وهو اللطف والهون. الله سبحانه وتعالى وصف عباده الصالحين بالرفق وهم يمشون، قال: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. والله يا إخواني يا أخواتي، ما أجد أجمل من هذا الشعار، من أجمل من هذه الآية كشعار نحمله في نفوسنا، نضعه بين أعيننا إذا خرجنا اليوم، خاصة في ظل هذه الزحمة وفي ظل استهتار البعض وهذه الفوضى عند البعض، تحتاج إلى هذه الآية. تسمعها قبل أن تتحرك سيارتك: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. هو ابتداء متقيد بهذا الرفق والهون، لكنه لن يخلو، سيخرج عليه من يحاول إغاظته ومن يحاول أن يدفعه إلى مجاراته في هذا السفه وهذه الجهالة. لكنه يقول: وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. إذا تعرض لمثل هذه المحاولات قال سلاما ومشى. نحتاج إلى هذه الآية كشعار نحمله ونحن نقود مركبات. الأخرى، الآية الأخرى، يقول الله سبحانه وتعالى فيها: ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. هذه الخيلاء وهذا الكبر الذي يعتري البعض إذا خرج بسيارته أو بغيرها، هذه من الأخلاق السيئة المكروهة عند الله سبحانه وتعالى، وهي من المعاصي التي تؤد وتحسب وتكتب على هذا الإنسان. هذه الآية تأتي في مقابل تلك الآية. تقول عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها وعن أبيها، يقول عليه الصلاة والسلام: إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شانه، فكن رفيقا في بيتك وكن رفيقا في الطريق وأنت سائر إلى عملك وإلى حاجتك. كم نحن في حاجة إلى هذه المفاهيم،
يقول عليه الصلاة والسلام: يا عائشة، إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف وما لا يعطي على ما سواه. الله سبحانه وتعالى رفيق ويحب الرفق ويحب أهله ويعطيهم العطاء ما لا يعطي أهل العنف والتفحش. وبالفعل بعض الناس عنيف، عنيف في حديثه، عنيف في نقاشه، عنيف في جداله، وتلحظ ذلك منه في المجلس وأنت تتحدث معه في موضوع حينما يختلف معك فيه، في اجتماعاتك إذا كان هو عضو معك تجده هكذا متهورا عنيفا حادا في طبعه، ينقل هذه الطباع وهذه التصرفات إذا قاد سيارته، متهورا فظا عنيفا غليظا لا يتسامح، لا يرفق بنفسه وبمن معه وبمن هم خارج سيارته في الطرق. فالرفق الرفق، هذه الأولى. الثانية التأني، التأني من أخلاق السائرين بعد الرفق، التأني. الله الله في التأني، كن متأنيا فإن ليس وراء السرعة إلا الندامة، وليس وراء العجلة إلا الحسرة. الله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا. يتبين الإنسان في قيادة كما يتبين في حكمه على الآخرين وحكمه على تصرفات الآخرين وحكمه على ردات الآخرين. التأني لا يمكن أن يصل إنسان إلى هذا الخلق وهو التأني في القيادة وفي الحركة إلا إذا كان قد وطن نفسه إلى أن يتثبت ويتبين في جميع أحواله، لأن التأني ثمرة من ثمار التثبت والتبين. يقول عليه الصلاة والسلام: التأني من الله والعجلة من الشيطان، وما شيء أكثر معاذير من الله، وما من شيء أحب إلى الله من الحمد. الشاهد: التأني من الله والعجلة من الشيطان. في مثل شوارعنا اليوم حينما يستعجل الإنسان ويبالغ في الاستعجال والسرعة، كم من الوقت سيستفيد؟ كم من الوقت سيستفيد؟ والأخوة القائمين على شؤون الطرق في وزارة الداخلية وفي إدارة المرور، أذكر أنهم قاموا بدراسة أطول الشوارع الموجودة عندنا ونظروا في كم هو الفارق في الوقت بين الإنسان الذي يتقيد بسرعة الطريق الشارع وبين الذي يتجاوز السرعة. كم؟ هل نتكلم عن 5 دقائق، 10 دقائق؟ ما يمكن أن تكون أكثر من 10 دقائق في شوارعنا اليوم. هذه 10 دقائق هل هي يعني مطلب ومقصد في مقابل أن الإنسان قد يضحي بنفسه
أو يتسبب في إزهاق روح أو يعطل نفسه وغيره على أقل تقدير أو يصاب بشيء من خسائر أو يتسبب في إصابة غيره. من أخلاق القيادة بعد الرفق التأني، وهناك أخلاق أخرى أتي عليها بإذن الله تبارك وتعالى، ولكن في حلقة قادمة. انتهى وقت حلقة اليوم، إلى ذلك الحين أستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عرفتك من مسمعي والبصر، عرفتك مما وراء الشعور، عرفتك من كل شيء شعار، عرفتك من لامعات الأفق، عرفتك من موحشات الغسق، عرفتك من نفحات الفلق، عرفتك من خلقك المتسق، عرفتك من بهجة في القمر، عرفتك من نسمة في السحر، عرفتك من بسمة في الزهر، عرفتك من ناميات الشجر، عرفتك ما لاح نور ونار، ومهما يدر كوكب في مدار، عرفتك مهما الزمان استدار، ومهما أتى الليل بعد النهار.